قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الإقليم العربي يشهد تحديات متعددة يتعين مواجهتها والتغلب عليها، وذلك من خلال العمل العربي الجماعي، وهي تحديات تتمثل في بعض المسائل الأمنية والمشكلات التي تصدرها إلينا دول الجوار العربي في الأساس. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها أبو الغيط أمام كلية الدفاع الوطني بمسقط بعنوان المتغيرات الإقليمية والدولية وأثرها على العمل العربي المشترك. استعرض خلالها خلفية تشكيل النظام الدولي الحالي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.